بقول لك ايه، ما تيجي نضرب حاجه ساقعه كده وبعدين يبقى نشوف المواضيع دي. يا ريت بس تكون ساقعه قوي. انا مش عايزه يا هانم، مش عايزه. متشكر. خد هنا يا حبيبي، تعال. عاوز مين؟ عاوز أمينة. مرة واحدة كده؟ مرة واحدة. على أساس مين الأستاذ بقى؟ علي السريع. طب ماشي يا عم علي يا سريع، الأستاذة عندها اجتماع. يلا ماشي، مستنيك تحت. يلا يا حبيبي. ماشي. فكرة بهاء، البيت ده اللي انا ضربت فيه بالرصاص. ربنا يطمنك يا برنس. لو ابني هنا مش هخرج غير بيه. متقلقيش، انا واثق انه هنا. شايف المنظر؟ اهلا يا امينه هانم. بتشبهي على الصوت؟ انت ايوه، ظنك في محله. انت عايز مني ايه؟ انا عملت لك ايه بس؟ واحد بيحاسبك على خيانتك لابوه. خيانه ايه؟ انا خنت مين؟ بتتكلم عن ايه؟ خيانتك لابويا عبد الرؤوف قاسم. انت اللي كنت ورا كل المصايب اللي حصلت لي؟ ايوه، بس على فكره مش انا اللي حاولت اغرقك، هما اللي مش عايزينك تفضحيهم. بقى دونا عن كل الصحفيين اللي في البلد، ابويا وثق فيك انت وخنتيه وبلغت عنه البوليس. دفعوا لك كام؟ بعت مين؟ انا معرفش حاجه من اللي انت بتقوله ده. انا كنت هموت في نفس الليله اللي والدك مات فيها. انا لحد الاسبوع اللي فات كنت هموت برضه. انا مش فاهمه انت بتتكلم عن ايه. وبعدين ابوك كان متهم في قضيه كبيره جدا، البوليس كان بيدور عليه. البوليس اللي فضل يدور على ابويا طول 6 شهور دخل بعد وصولك انت بربع ساعه. انا ما بلغتش البوليس على فكره، ده صدفه. صدفه؟ ابوك بيدفع ثمن الجرائم اللي عملها في حق البلد. ابويا كان كبش فدا طعم للراي العام عشان المجرمين اللي اشتروكي. انا محدش يقدر يشتريني، والكلام اللي انت بتقوله ده انا محتاجه الدليل فيه. انت عايزه دليل؟ ما الدليل معاكي، السي دي اللي اداهولك ابويا فيه كل المعلومات اللي ممكن تقلب القضيه، وانت ما نشرتيش منه حرف واحد. انت خنت يا ابويا، وهو عايش وهو ميت. سي دي ايه اللي انت بتتكلم عنه؟ انا ما استلمتش اي حاجه، انا ما اخدتش حاجه. انا جمعت داتا كبيره عن الموضوع، بيانات عن الحوادث والضحايا وعناوين اهلهم. وانا كمان، دي امينه لما ترجع هتتبسط قوي. انت مفيش حد فيكم كلمها؟ لا، جرب كده. المفروض انهم يكونوا وصلوا. متردش. الو. ايوه امينه، اخباركم ايه؟ الحمد لله احنا كويسين. لا الولد ما طلعش، هو مش عارفه ايه حكايه الولد. احنا هنتاخر شويه، هناكل فطير ونزور السيد البدوي. مع السلامه. فطير؟
تقدري اللي هتاكله أمينة. أمينة أصلا ما بتحبش الفطير. فطير إيه يا ابني؟ وأنا قلت لك أكلم فطاطري، قلت لك أكلم أمينة، مالك يا إبراهيم في إيه؟ مش عارف، بس صوتها في حاجة مش طبيعية. يا جماعة الموضوع ده فيه حاجة مش مريحة. ايه ده؟ اوراق تخص ابويا، معلومات من اللي كانت عسى دي. الورق ده فيه دليل براءته؟ انا متاكد من ده. طب ما نشرتوش ليه؟ حاولت طبعا، بس ما حدش عنده شجاعه كافيه انه ينشرها. ايه اللي في الورق ده؟ غريبه، اللي يشوفك كده يقول انك اول مره تعرفي المعلومات دي. انت ليه بس مش مصدقني؟ والله العظيم ما اعرف المعلومات دي قبل كده. وديك عرفتي، هتنشري؟ انا لو المعلومات دي حقيقيه انا هنشرها، حتى لو اخر حاجه هعملها في حياتي. ايه اللي خليني اثق فيكي؟ احلف لك ان انا لسه مش مصدق انك بريئه من دم ابويا. انا قدامك اهو، خد بترك مني. مش دلوقتي، انا لسه محتاج لك عشان اثبت براءه ابويا، ساعتها بس احس ان ابويا نام في تربته مرتاح. عموما خلينا عمليين. ايه في ايه؟ لا ابدا، ده اجراء طبيعي. انا جايه اقول ذنبهم ايه؟ الوقت الحكايه دي ممكن تاخد وقت كتير. لا يا امينه، ايه اللي يحصل ده؟ انا جايه عشان ابني، والله انا عايز ابني بس. دي ضمانات. ضمانات ايه بس؟ عشان لو خنتيني او فكرت تبلغي البوليس، ساعتها بقى انا هخلص عليك. طب استاذ،